بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا
ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. واعلموا أن الله غفور حليم. واعلموا أن الله غفور حليم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم